دور الثمانيه كالاتي: يوم الجمعه بمشيئه الرحمن الساعه 5 بعد الظهر تونس مع عمان، الساعه 9 قطر امام الامارات، يوم السبت عندنا مباراتين: مصر امام الاردن الساعه 5 والمغرب امام الجزائر الساعه 9. قبل ما نروح خلينا زي ما احنا، قبل ما نروح لمباريات الدور نصف النهائي خليني اتوقع واسجل توقعي ده عشان لو صدق هذا التوقع نذيعه في حينه. تونس وعمان، تونس. قطر والامارات مباراه صعبه جدا، لكن الجمهور من وجهه نظري هيكون له فعل السحر قطر. مصر والأردن بمشيئة الرحمن مصر. المغرب والجزائر لقاء معقد للغاية للغاية، لكن خليني أقول الجزائر. تعال بقى نروح لمباريات الدور نصف النهائي. الفائز من تونس وعمان، وجهة نظري أنا قلت تونس هعلم عليها، مع الفائز من مصر والأردن هعلم على مصر. ده هيبقى يوم الأربع. في نفس اليوم الفائز من قطر والإمارات، أنا قلت قطر، مع الفائز من المغرب والجزائر، أنا قلت الجزائر. خليني أمشي بقى للنهائي. تونس مع مصر، مصر. قطر مع الجزائر، قطر. النهائي مصر وقطر. كذب المنجمون ولو صدفوا. خلي بالك ولو صدفوا مش ولو صدقوا، عشان ناس كتير بتقول كذب المنجمون ولو صدقوا، لا هي كذب المنجمون ولو صدفوا. صدفوا يعني تصادف انه توقعهم بقى مظبوط، فانا من ضمن المنجمون كذبته، الله اعلم، لكن هذا هو توقعي واحساسي وفقا للمستويات اللي احنا اتفرجنا عليها. طيب